اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Page 210. سلام على قبر يزار من البعد سلام على روضة وفيها محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلام على من زار في الليل ربه فبلغه المرغوب في كل مفسد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلام على من قال للرب من أنا فقال رسول الله أنت حبيبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سلام على مدفون في أرض طيبة ومن خصه الرحمن بالفضل والمجد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نبي هباه الله بالحسن والبهاء فطوبى لعبد زار قبر محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أيا راكبا نحو المدينة قاصدا فبلغ سلامي للحبيب محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في روضته الحسنى منايا وبغيتي وفيها شفاء قلبي وروحي وراحتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن بعدت عني وعز مزارها فتمثالها لدي أحسن صورة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنزه طرف العين في حسن روضها فيصل بها لبي وسري ومهجتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنا يا قطب العوالم كلها أقبلها شوقا لإشفاء علتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله، وصل على قطب وجود محمد صلاة بها تمهو عنا كل زالة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. In page 211 the author said the second line, the second half. فطوبى لعبد زار قبر محمد. He said طوبى. This word طوبى came in the hadith. And it's been narrated that a man came to سيدنا عبد الله بن عمر. He said, أيا عبد الرحمن, did you see رسول الله صلى الله عليه وسلم with your own eye? He said, yes. He said, يا عبد الرحمن, did you talk to him with your tongues? He said, yes. He said, يا عبد الرحمن, did you touch him in your hand? He said, yes. He said, طوبى لكم. Congratulations. He said, سيدنا عبد الله بن عمر, I heard my Habib صلى الله عليه وسلم, سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم said, طوبى لمن رآني لمن رآني وآمن بي. طوبى to one who have seen me and believed me. And a man said, يا رسول الله, what's طوبى? He said, it's a tree in paradise. You travel under the tree 100 years from the branches of the clothes that goes to the people of paradise. Every leaf you can take a new thawb, a new something. He said, طوبى, that tree. And he said, so the hadith continue. First he said, طوبى لمن رآني وآمن بي. طوبى. One who have seen me and believe me. وطوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني. The seven times of this tree to the one who believe in me, never seen me. So I'm talking to all of you. يا حبيبي يا رسول الله. Page 14, inshallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alim. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبأنا صلى الله عليه عبده من به في ذكره عظم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يخضعنا صلى الله عليه وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خير حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
شهر الربيع وفانا اقبل علينا وهنانا شهر الربيع وفانا اقبل علينا وهنانا به أتانا رسول الله به أتانا حبيب الله للدين حقا أهدانا للدين حقا هدانا شهر الربيع وفانا اقبل علينا وهنانا شهر الربيع وفانا اقبل علينا علينا وهنانا به أتانا رسول الله به أتانا حبيب الله للدين حقا هدانا للدين حقا هدانا شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول بقدومه نلنا القبول بقدومه نلنا القبول سبحان من قد أعطانا سبحان من قد أعطانا نا شهر الربيع وفانا اقبل علينا علينا وهنانا شهر الربيع وفانا اقبل علينا وهنانا به أتانا رسول الله به أتانا حبيب الله للدين حقا أدانا للدين حقا أدانا شهر به ولد الدا وبه الجلا عنا الردى شهر به ولد الهدى وبه الجلا عنا الردى بجماله لما بدا بجماله لما بدا من كل خطب نجانا من كل خطب نجانا شهر الربيع وفانا اقبل علينا وهنانا شهر الربيع وفانا اقبل علينا وهنانا به أتانا رسول الله به أتانا حبيب الله للدين حقا أدانا للدين حقا أدانا الله الله يا رسول الله 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 يا رسول الله يا رحمة لعباد الله ويا ملادي عند الله انظر إلينا عطفا علينا انظر إلينا عطفا علينا نحن أسأنا نحن جنينا لولاك يا أحمد ما بقينا لذ بالرسول باب الوصول لذ بالرسول باب الوصول به تنال المأمول ولذ به قلب مسؤول هذا محمد طه الممجد هذا محمد طه الممجد
هذا محمد طه الممجد، هذا محمد طه الممجد، فامدحوا يا متفاني تسعى يحب الهادي يهدى ويحمى، هذا الحبيب سر المجيب، هذا الحبيب سر المجيب، لدائنا نعم الطبيب وسره سر عجيب، هذا الكريم هذا الرحيم، هذا الكريم الله هذا المحيم، خلقه خلق عظيم وقلبه قلب سليم، فيا ربا ويا غوث الله الله، فيا ربا ويا غوث تقبل منا يا الله، ومدد علينا بما ترضاك، يا كوكب العصر يا نور بارنا، يا كوكب العصر يا نور بارنا، لولاك لم يسري نور الهدى فينا، نور الهدى فينا، جئت إلى الشرق تدعو إلى الحق، جئت إلى الشرق تدعو إلى الحق، بالجمع والفرق نور منائنا، نور أنائنا، الله يا كوكب العصر يا نور بارنا، يا كوكب العصر يا نور بارنا، لولاك لم يسري نور الهدى فينا، نور الهدى فينا، خن كنت أهواها من قبل وجلها، خن كنت أهواها من قبل مجلها، والقلب نونها في طور سنينا، في طور سنينا، الله أعطاكم فضلا وأولاكم، الله أعطاكم فضلا وأولاكم، والكون لكم حقكم مما كان، حقكم مما كان، يا كوكب العصر يا نور بارنا، يا كوكب العصر يا نور بارنا، لولاك لم يسري نور الهدى فينا، نور الهدى فينا، طلت على قلبي شمس من الغرب، طلت على قلبي شمس من الغرب، فأثبتت قربي بين المحبين، بين المحبين، يا قطبنا القاتل. Everybody go to Springs Gifts on your search for that poem by Sheikh Hamza, so you can follow Sidi Ahmed when he will do this. It's beautiful to follow with him and say it with him. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. I envy the sand that met his feet. I'm jealous of honey he tasted sweet. Of birds that hovered above his head. Of spiders who spun their sacred web. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله ياسين حبيب الله. I envy clouds formed from the seas that gave him cover from the heat of a sun whose light could not compete with his whose face did shine so bright. صلاة
ثم سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله with his whose face did shine so bright that all was clear in blinding night. I envy sightless trees that gaze upon his form completely dazed. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. With truth and kindness, charity from God who gave such clarity. His mercy comes in one he sent to mold our hearts more heaven. Allah salatullah, everybody, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. He taught us all to be God's slaves, and he will be the one who saves humanity from sinful pride. Muhammad has God on his side. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah على ياسين حبيب الله. So on this night be blessed and sing, for he was born to grace our spring. With lilies, flowers, life rebirth in a dome of green like his on earth. Ya Habib, salatullah, salamullah, aywa, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. I just wanted to say one thing that I recall, inshallah, this is the way I remember it. Sheikh Hamza, one time we were in a gathering and he came in and he said that line, that last line, it was not coming to him. And he passed through the hills of 580 and saw the Dublin hills. And they were all green, and he said, like his on earth, sallallahu alaihi wasallam, because those beautiful hills reminded him of the green dome of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرن وتصبحن عوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا حتى أناد ارفع وصلت وطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا
معنا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Page 173. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى آله وصحابته جمعاً ما تزين في نجوم السماء. نحن في روضة رسول هدور طالبين الرضا وحسن قبول. جئنا يا خير من إليه الملاذ بانكسار وذلة وذهول. الله 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 يا مولانا. الله 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 بفضلك كلي فاسأل الله فينا كل عناية لننال المنى في وقت الهلول. لك قدر عظيم ليس يضاهى ورسالة تفوق كل رسول. الله 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 يا مولانا. الله 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 بفضلك كلي. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أنت باب الإله في كل ورد من أتى فاز بالرضا والوصول. كل سر في الأنبياء قد أتاهم من أولاكم معايدا بنقول. الله اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. قد تشفت في أمور إلهي بالنبي المشافع المقبول. كل من حتى راه له بكريم نال أقصى المنى وكل سؤول. الله اللهم صل على مصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. قد شكرنا الإله في كل وقت حيث من بزهوة لرسوله وكذاك لكل من في بقين من سحاب كذاك نسل البتول. الله اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. وكذاك لكل زوج وبنت وابن منجي الأنام يوم الحلول. وكذاك لكل من في أحد
من شهيد كذاك عم رسول الله الله. ثم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد المدد 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 يا رسول الله. واسقنا بالمدد يا حبيب الله. المدد المدد يا رسول الله. واسقنا بالمدد يا حبيب الله. قد طالبنا بهم تمام السلامة في مصير لأرضنا ودخولي. وطلبنا النجاة في يوم حشر وسلاما من كل فض جهولي. المدد المدد يا رسول الله. واسكنا بالمدد يا حبيب الله. المدد المدد يا رسول الله. واسكنا بالمدد يا حبيب الله. ربي صلي على نبي وآل وصحاب وتابع بشمولي. ربي صلي على نبي وآل وصحاب وتابع بشمولي. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. المدد المدد يا رسول الله. واسقنا بالمدد يا حبيب الله. المدد المدد يا رسول الله. واسقنا بالمدد يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. عندي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسأل صحابة What is the amazing إيمان؟ ما أعجب الإيمان؟ What's the wonder of إيمان؟ They said يا رسول الله the angel they believe. He said no. كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم they are with Allah they don't disobey Allah. He said يا رسول الله the prophets. He said no they have revelation. يا رسول الله you no. I went إسراء المعراج and so on and so on. He said, Ya Rasulullah, us, our iman is amazing. He said, no, you have seen me. The amazing iman, people will come after me. They believe in me, never see me. Be happy, all of you, wallahi. Be happy. Inshallah, page 22. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alim. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن مما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طعها وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وابن هاشم الكريم الشام بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شأنا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات وصوله عدنانا صلى الله عليه. فهو يتقف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه. ما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا
إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حان صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافى صاحب القدر المرافع فملا نور النواهي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبين الشرك تصدى ودنا باطل هدايا برسول الله وهيما الكفر تزازى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تهزى وينادون ترى ما يا رسول الله قدها منها لأهل
الضوى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادي اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا حسين مرحبا وبك الرحمن نسأل يا الله وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا عظيم من يا رب يا الله شملنا بالمصطفى أجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة المشفى يا الله وفيه فانظر إلينا يا الله واتنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله وفينا كل البلايا يا الله وفى الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه واسكنا يا رب أغثنا بحياة طاليهما على محمد صلى الله عليه واختم الأمة بحسنى واغسل العقبى ومرجى صلى الله على محمد صلى الله عليه وصلاة الله تنشى له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه أحمده ترى وآله وسهاب مس نشى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي صلى الله عليه وسلم محمد إن شاء الله we'll hear a few words from سيدي طارق من سيدي الدكتور علي عطاء إن شاء الله 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 الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا لرب خصنا بمحمد صلى الله عليه وسلم we thank Allah for having chosen us for سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم we could have been from any other nation And we would have walked into the day of judgment with 10 followers, 5 followers, 10 followers. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's nation is 80 lines of the 120 that will enter paradise. Sallallahu alaihi wasallam. خصنا بمحمد وانقذنا من ظلمة الجهل والدياجري. And by him, sallallahu alaihi wasallam, Allah has taken us away from the darknesses, from the things that will cloudy our minds. See, Hafiz, Hazrat Hafiz says in Persian, he says, "Khira on dida ke abash nabarat giriyay ishq, tira on dil ke darusham mahabbat nabuat." He said, "Cloudy is the eye that hasn't cried for the love of Allah." He said, "He says, dirty is that heart that hasn't felt the love and muhabba and ishq of Allah." See, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is taking us to that. He's cleaning us. He's fixing us. Before he even teaches us, he cleans us. Sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim. Sallallahu alaihi wasallam. And all of these gatherings, there's two types of knowledge that is imparted. There's ilm al-nubuwat and nur al-nubuwat. The ilm of nubuwat, you can find it in the books. You can go and read. And many non-Muslims have ilm al-nubuwat, the outward of it. But the nur of the nubuwat,
the light of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you can only get it with believers and the pious people, and in a heart that is turning to Allah, a heart that is broken before Allah and wants Allah. See, ahl dil on kaske haqra dil dehad, meydehad uraki udil meydehad. The people of true hearts are the ones that give the heart to the one who gave the heart, Allah. So the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he's given us all of these treasures, and we get the most exposure to the ma'rifah of Allah by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We tread his path sallallahu alaihi wasallam. And guess what? Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam are not in need of our praise. All of this is we're praising ourselves. Khuda dar intizari hamdimanis Muhammad chashm barrahi sananist. He's saying that Allah is not waiting for you to praise him, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam is not looking to find one to be his fan or follower. Khuda dar intizari hamdimanis Muhammad chashm barrahi sananist. Khuda mad afarin Mustafa bas Muhammad hamidi hamdi Khuda bas. He says, it is enough that Allah is praising Muhammad and Muhammad is praising Allah. He said, but if I should say something, then Muhammad astu mi khaham khuda ra ilahi astu ishqi Mustafa ra. He said, if I'm going to say something, then it's going to be a dua. And I'm going to say to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, from you I want Allah. And O Allah, from you I want the ishq of Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شاء الله it's a blessed evening to celebrate the birth of the greatest human being who ever lived will ever live our master Muhammad صلى الله عليه وسلم ان شاء الله تعالى just say a few things ان شاء الله I don't know any Farsi poetry so inshallah. I'll say a few things ان شاء الله I'll quote some so The Prophet sallallahu alaihi wasallam is our greatest benefactor from humanity, and he benefits us in all three stages of his life. I mean, there's more than three stages, but the three stages that we're familiar with: his hayat dunyawiya, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is when he was with the Sahaba, he was asking forgiveness for his ummah. So Allah subhanahu wa ta'ala says, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَدًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ It is part of the incredible mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And there's so much emphasis in the Arabic, it's hard to even, no translation is even close. It is the incredible, incredible mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that you have lean, you have gentleness. If you were harsh or hard-hearted, غليظ القلب, thick of heart, you would have seen people flee from your presence. This is very important, you know, to internalize the sunnah of the Prophet ﷺ, especially with our families, especially men with wives. This is very, very important. Women are compromised physically. Men are more stoic than women, generally. And the Prophet ﷺ, he treated his wives with kindness, with mercy. This is extremely important, the inward sunnah. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً From his signs is that he made from you spouses that you might live لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا سَكِينَة that you have sakina with your spouses. The house is called a maskan. It's a place of security for the woman. If she doesn't feel like her house is a place of security and safety, then the husband has failed in his duty of being a husband. This is extremely important. How did our mother Aisha radiallahu anha describe the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Kana rajulan min al-rajul. He was basharan min al-bashar. He was a man from among the men, a great man. Lam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wa lam mutafahishan. The Prophet sallallahu alaihi wasallam never ever used filthy language. He never threatened anyone in the household. He never used bad language. He never scared his wives, this type of thing. This is extremely important. وَلَوْ كُنْتَ فَدًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّوا مِنْ حَوْلِكَ If you had been harsh, people would have fled from you. You see, the Prophet ﷺ, people did not flee from him. He brought people together. Look at his Sahaba. Where are they from? All over the world. Look at the Muslim Ummah.
His message is uniting everybody. Many, many people in the West right now converting to Islam for different reasons. One reason is all of these Amarat al-Sa'a are coming true. Everything he says in this, even these, some of these hadith are very weak, but they come true. Of course, a weak hadith is not maudur. There's just a little problem here and there. It's not an A-plus hadith. But these things come true, and people are starting to notice these things. فَعْفُ عَنْهُمْ Forgive them. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ And the ulama say, Imam al-Razi, rahimahullah, he says, فَعْفُ عَنْهُمْ Forgive them for things that they do against you personally. But things that they do against Allah, ask forgiveness for them. Make istighfar for them. The Prophet ﷺ in his life, his hayat dunyawiya, was making istighfar for his ummah. Her mother Aisha radiallahu anha said that the Prophet ﷺ was standing all night. Qama, he was standing bi ayatin, layla, one ayah he was reciting the whole night. One ayah, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. The end of Al-Ma'idah. If you forgive them, if you punish them, they are your servants. But if you forgive them, then you are great and wise. And she said, he repeated this ayah over and over and over and over. Then he collapsed into sajda and heard him say, Ummati, Ummati, Ya Rab, Ummati. So he makes istighfar for his ummah during his life. He makes istighfar for his ummah in his hayat barzakhiyah, in the life he is in now. So, What does Allah subhanahu wa ta'ala say in the Quran? وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَابَ الرَّحِيمَ That if only when they had wronged their selves, they had come to you, and Allah subhanahu and they ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness, and then the messenger asked forgiveness for them, they would have found Allah relenting and merciful. Go to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. He's asking forgiveness for us. In his state right now, he's asking forgiveness for us. Tu'radu alayya amalakum. This hadith is sound hadith that your deeds are presented to me. Wa in wajadtu khayran hamidtu Allah. If I see good, I praise Allah. Wa in wajadtu ghayra dhalik astaghfartu lakum. If I see other than that, then I ask Allah to forgive you. And then on the Yawm al-Qiyamah, his Hayat Ukhrawiyah, he asks forgiveness for his Ummah. He is the Shafi' wal-Mushafa'. He is the intercessor and the one whose intercessor is accepted. And Allah subhanahu wa ta'ala will accept his intercession for his Ummah. So first and foremost, let's increase in our love for the Messenger sallallahu alaihi wasallam and realize what he's done for us. And then we must internalize his sunnah. He said, if the Dajjal comes to you, wa ana fikum, and I am among you, then I will contend with him. Right? But another way to read this is, wa ana fikum, I am in you, I've internalized. You have internalized me. My sunnah is in you. Right? My khuluq is in you. My jamal is in you. My jalal is in you. These things are within you. You've internalized them. The Dajjal can't have any effect on you. I will contend on your behalf. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. Wa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa adhim wa karim ala sayyidina wa habibina wa tabibina shafi'ina wa qaidina wa qur'ina sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. What a blessing to get all together to praise our Habib Sallallahu Alaihi Wasallam, whose name Al-Jami', the one who unite people, who unite people together. He gathered all our hearts together on one thing, doing salawat on him Sallallahu Alaihi Wasallam. Loving him Sallallahu Alaihi Wasallam more and more, because the more he's mentioned, the more love you have in your heart. But what's the secret of love in heart? What's the benefit there? There was a time where Allah subhanahu wa ta'ala hated earth, everybody on earth, the Arabs and the Ajams. And then Allah subhanahu wa ta'ala, as in the hadith said, that when he loved somebody, he called Jibreel. So now Allah wanted to call Jibreel and tell him the real love.
So Allah subhanahu wa ta'ala brought the cure to earth by the birth of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And he called Jibreel, Ya Jibreel, I love Muhammad, Habibi, love him. Then said, Jibreel will go seven heavens. Allah loves the Habib. So all of you love him. And then goes on earth. All the hearts will have this love. And the more this love have come to your heart, the more it's alive. There is hayat. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, استجيبوا لله وللرسول لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم. Answer, come close, accept from Allah and His messenger if He call you to whatever give you life, the real hayat. Because the real hayat, the one who have really have the hayat is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. His hayat is never been like this before or after. Until now, every moment, his hayat is ajeeb. He said, I'm alive in my grave. So what happened? If you come to Allah and His Habib sallallahu alaihi wasallam, there is hayat in you. And Rasulullah told us, or it is the Quran actually, if you give hayat to one person, it's like you give it to all humanity. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in every heart of us, like he is giving life, hayat to all creation. And when your heart is alive, then it's connected. To connect to whom? To the best of the hearts. The hearts of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And what's in this heart? What's in his heart? He said, التَّقْوَى هَا هُنَا التَّقْوَى هَا هُنَا التَّقْوَى هَا هُنَا. He said, taqwa is in my heart. In his heart, sallallahu alaihi wasallam. The real taqwa. And he told us, أَنَا أَتْقَاكُمْ أَنَا أَعْلَمُكُمْ. I'm the highest of knowledge. I'm the highest of taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. So once your heart is connected to that heart of the highest of taqwa, then automatic download will happen. You gain from that heart. You gain from that heart of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Then you have a different life. It's not like you wake up and eat and drink and go to work. No. You have a special light that gives you hayat. You are alive. You are witness. Because Allah told them, إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. We send you as a witness. Shahid. And the one who shahid, definitely he will see everything. Allah cannot describe him as shahid if he doesn't see anything, everything. And in our turn now is to be a shahid. And to give good news. مُبَشِّر. Give good news. And for non-believer, give them warning. So how much we are lucky to gain from that love of Allah subhanahu wa ta'ala that gave to Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and passes through Sayyidina Jibreel to all creation to love him. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told us, أَحِبُّونِي يُحِبِّ اللَّهِ. Love me because Allah loves me. He didn't say love me because I brought you the Quran or I give you this, you know, this way, or I'm your shafi on day of judgment, or this or that. No, أَحِبُّونِي because Allah loves me. Love me. And that love will push all the other loves outside. There's no space for dunya to love if you love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Definitely we say love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, loving Allah subhanahu wa ta'ala. There's no doubt. Loving your wife, your spouse, your children from the love of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, أحبوني نحب الله. And then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam looked at all the hearts of the Sahaba and he found that the heart of Sayyidina Abu Bakr رضي الله عنه is special heart. The Sahaba said, why he is special? He said, there is a secret. سر قذفه الله في قلبه. There is a secret in his heart. The Arifin, they say that the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wanted all of us to share from the heart of Sayyidina Abu Bakr. What did he say? He said, Ya Abu Bakr, oh Abu Bakr, would you love people? They heard
what you did to me. They love you because what you did to me. Love them because I love them. He wanted all of us to benefit from what? From a heart that loved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It's ajeeb. Amazing. If we really get this in our heart. You wake up in the morning and say, Ya Habibi, Ya Rasulullah, I love you, I miss you. I really want to be with you. That's why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told Abu Huraira, Ya Abu Huraira, if you want to stick to me next to me in the day of judgment until we enter together paradise, we never go 1 second away from me. حُبَّنِي حُبَّا لَا تَنْسَانِي بَعْدَا. Love me, love, you never forget me. So all of us, inshallah, let's make intention. We want to love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a love that we never forget him. And Allah said, and the hadith said, niyatul mu'min khayru min amalih. Your intention is better than your action. So with your intention, inshallah, we'll get that level. And then, who is wondering, who is, have ajab? It came in the athar that it said that the malaika, al-malaika ta'ajab min al-umam al-sabiqa man yanju minhum. The angels were amazed with the previous nation who survived entering Jannah. They are amazed. And the angel, تعجب ممن لا ينجو من هذه الأمة. They wonder or they are amazed who is from this Ummah, Ummah Habibullah Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, رحمة العالمين, who is not survived. They are amazed. How come you are not survived? How come you are from Ummah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Habibullah? And you're going to hellfire? They wonder. There's no, it's like, doesn't make sense. Definitely, we don't want to be like the hadith said. عجب الله لأناس يجرون إلى الجنة بالسلاسل. أو عجبت لأناس يجرون بالسلاسل كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم. That we wonder people being dragged. They're going to the hellfire, being dragged with chain of punishment to enter paradise. We want to be known from the other side. That we go with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. As Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told us, Al-mar'u ma' man ahab. You'll be with the one you love. And as the Sahaba said, Man khalatahu ma'rifatan ahibbah. Whoever makes himself by knowing him sallallahu alayhi wa sallam, he have love of him. So we need to respond to Allah. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم يحييكم. Respond to Allah so you get revived. And Rasulullah SAW said, من أحيا سنتي, whoever revived my sunnah فقد أحبني. He loves me. ومن أحبني كان معي في الجنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. We need from you all فاتحة because the father of Sidi Imad and Sidi Umair, he's in the emergency. I think he fell down, but something happened to him. So we need Fatiha, inshallah, for his cure, inshallah. Fatiha. Before Khari Umar does the dua, I know requesting Fatiha for Sheikh Yahya's father also, who's not feeling well. He requested dua from all of us. And I have a short announcement before Khari Umar does the dua. We have also Quran Khatam, so we'll meet. Assalamu alaikum. This short announcement in regards to the Umrah trip that has been going on for the last couple years. By the grace and mercy of Allah, Imam Zayd has been able to pick pillars of, you know, and believers across this whole nation and give them the opportunity to perform Umrah. It's been a beautiful gathering. I had a chance to assist and be a part of that gathering this last year. And what we're asking is to give, if you can, at least $250 per family, and it will be matched. So give $250 to MCC, Mark Umrah, and that will be matched. And this will help the benefit of us getting these beautiful pillars of Muslims here in America to Umrah, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The people who go for Umrah are the people who cannot afford to go, and they have been in the community service for the lifelong 10 to 30 years, and these are really pillars of many communities across America. Please help them.
نبدأ ختم إن شاء الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم،
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين الصالحين الصادقين من عبادك يا رب العالمين اللهم بارك لنا في القرآن الكريم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم تقبل منا قراءة القرآن وتلاوته وختمه يا رب العالمين اللهم تقبله منا كاملا يا أرحم الراحمين اللهم اعطنا أجره كاملا يا رب العالمين اللهم اعطنا أجر كل حرف من حروف القرآن الكريم كاملا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين واجعلنا في ظل القرآن الكريم وأدخلنا الجنة مع القرآن الكريم وارفع درجاتنا بفضل القرآن الكريم اللهم اجعلنا من أهل الذكر اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك منيبين عليك متوكلين إليك أواهين وأوابين يا رب العالمين اللهم يا أرحم الراحمين بارك في أحبابنا واحدا واحدا بارك فيهم يا رب العالمين وفي نسائهم وفي أولادهم وفي ذريتهم يا رب
رب العالمين. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا يا رب العالمين، وعافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا ببركة القرآن الكريم. اللهم ارحم موتانا ببركة القرآن الكريم وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك يا رب العالمين. اللهم ارحم كل مريض من المسلمين. اللهم اشف اللهم ارحم كل ميت من المسلمين، واشف كل مريض من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اجعل جمعنا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما ولا شكي ولا مضرورا ولا معذبا بنار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بإخواننا في المغرب وفي ليبيا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، وكن لهم ولي وناصر يا رب العالمين، وكن للمسلمين جميعا في جميع الأرض يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي أفغانستان وباكستان والهند وبرما وكشمير وفي جميع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأيدهم برحمتك يا رب العالمين، وردنا إلى ديننا ردا جميلا، وتوفنا وأنت راض عنا، واحشرنا مع حبيبنا المصطفى. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته يا رب العالمين، وأردنا حوضه، واسقنا من يده الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إننا مقصرون في حقك وفي حبك وفي حب نبيك صلى الله عليه وسلم، فألهمنا رشدنا وألهمنا الصواب، وأعنا على ذكرك وشكرك، وأعنا على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير. الفاتحة إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.